انضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من النادي الأهلي بعد ما انتهى تدريب النهاردة. مساء الخير عليك يا شريف، عايزة اطمن منك على استعدادات النادي الأهلي الأخيرة قبل اللقاء بكرة إن شاء الله، وعن حالة المصابين، وهل أعلن كابتن محمد يوسف القايمة ولا لا؟ مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يمكن بدأ تمرين النادي الأهلي في الرابعة عصرا، كان في بداية التمرين اجتماع حوالي 4 دقائق اتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الكره في وجود الكابتن محمد يشرف المدير الفني وباقي الجهاز الفني مع اللاعبين على التركيز في مباراه الغد، الابتعاد كل البعد عن التصريحات الاعلاميه في استخدام لاعب او رحيل لاعب من النادي الاهلي. النادي الاهلي متمسك بكل اللاعبين، ركزوا فقط في مباراه الغد، ركزوا في ال3 نقاط، ركزوا في الظهور بشكل يليق باساميكم باسم النادي الاهلي. يمكن بعد الاجتماع اللي استمر حوالي 4 دقائق كان في تسخين ولف حول الملعب واطالات مع الكابتن حسين عبد الدايم وتدريبات بالكره خفيفه جدا، الكل شارك يمكن ما شاركش اللاعب كوليبالي واللاعب ازارو، منتظرين خروج الدكتور طبيب الفريق لسؤاله عن اللاعبين وموقفهم. لكن من الوهله الاولى كده كوليبالي وازارو خارج قائمه ال20 اللي ستعلن بعد قليل، لسه كابتن محمد يوسف ما اعلنش القائمه لان التمرين لسه منتهي حالا. الكابتن طارق سليمان على الجانب الاخر مع الحارسين شريف اكرامي وعلي لطفي وتمرينات بالكرة، شريف إكرامي بيعلن جاهزيته التامة لحراسة عالين الأهلي في مباراة الجيش غدا. يمكن بعد التمرين انفرد كابتن طارق سليمان في جلسة مع شريف إكرامي حوالي 5 دقايق واتكلم فيه عن مباراة الغد. كابتن طارق معودنا الفترة الأخيرة قبل كل مباراة ينفرد بالحارس ويقعد يتكلم معاه عن ظروف المباراة. يمكن منذ قليل كان في جلسة بين الكابتن محمد يوسف والكابتن ميدو جابر، يبدو كده من الجلسه ان ميدو جابر مش هيكون متواجد في قائمه ال20، ده توقع شخصي لسه القائمه ما اتعلنتش. على الجانب الاخر التأهيل مستمر المعلول والفتحي والشناوي وعاشور ونجيب وصلاح محسن وصالح جمعه، يمكن هو الوحيد اللي لسه متواجد في الملعب بينفذ البرنامج التأهيلي. يمكن حاله تركيز شديده على جميع اللاعبين في انتظار باذن الله اعلان القائمه بعد قليل، باذن الله يكون الفوز من حليف النادي الاهلي غدا باذن الله. شريف، كنت عايز اسالك على اصابه ازارو، منتظر خروج الدكتور خالد محمود عشان اساله على ازارو وعلى كوليبالي. انا عارف ان كوليبالي عنده كدمه في رجليه وازارو ما شاركش، فانا منتظر خروج الدكتور خالد محمود عشان اساله عن موقف ازارو وغيابه وموقف كوليبالي وغيابه عن الفتره القادمه. طيب هنرجع نكلمك مره ثانيه عشان نعرف منك القايمه برضو نطمن عن اللعيبه المصابه. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش، حيث التدريب الأخير قبل اللقاء بكرة إن شاء الله وصوت طلائع الجيش الساعة 7 مساء على ملعب السلام. إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق والفوز يكون حلفنا بإذن الله بكرة. نروح بقى لأهم الأخبار أو نكمل معاكم أخبار النادي.